السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الشباب؟ معكم عمر، كان وهنتر كير من قناة 3D Gamer. طبعا اليوم جايب لكم فيديو جديد مود كالعادة، كيف تصير سوبر مان، كيف تصير سوبر مان من جد. طبعا طريقة تركيب المود شرحته قبل كذا، فالرابط له تحت في الديسكربشن. فخلنا نبدأ المود. طبعا نضغط F8، بيجينا سيارة تقتلنا. يس، ما قتلتنا السيارة. اوكي، نضغط F8، نروح بلاير اوبشن، بعدين ننزل 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 ننزل، نحط لاند مود، مدري ايش اسمها، انفنسبيلتي، وبعدين نحط سوبر ران وسوبر جامب وسوبرمان اوتو، نحطها، بعدين نهبط شوي، هو بيطير لحاله، بعدين نهبط. اوكي، بعدين نحط نيفر وانتد، يعني نحن ما ننطلب ابدا. نضغط F4 على تشغيل سكريبت هوب في، نروح ويبن، جيت اول ويبن نو ريلود، من الافضل يعني. طبعا ما عليك انك تجري، طبعا ويبن وما ويبن هذه مو لازم، بس كذا عشان طقطقه. طبعا نروح نجري، مو لازم تجري مره يعني، ولكن تجري شوي وتنط وبس، كذا يشتغل المود بنجاح. سوبرمان يا حبيبي طبعا جدا خرافي يعني، بطريقه خياليه. نروح اي مكان بدون لا طياره ولا تركب طياره تستناها، وكيف تهبط وكيف ما تهبط، اوريكم كيف تهبطون. ما عليك غير تسووا كذا، وتم الهبوط بنجاح. رجاء فك احزمه الامان ولا احزمه المدري. اوه ايش هذا؟ استكشاف غباء. ايش هذا؟ اوف اوف اوف. تفلسف يا ورع، خلينا نحط منظور اول. ها يا ورع تفلسف، بيش نذبحه؟ خلينا نذبحه بشيء خفيف مرة، اصغر مسدس عندك. هذا تتفلسف يا ورع، تهرب تهرب ورع ورع ورع، بطل رجل عشان اعلم الادب. ورع تتفلسف يا ورع، ها تفلسف يا ورع. اوكي خلنا نطير يا سوبرمان. يا سلام، والله ان المود خرافي ابداع. لا تقول لي لا مود ولا مود شيت. هذا مود يعني في كل شيء تقريبا. استغفر الله يا اخي، لا تسب يا شيخ لا تسب. اوكي ها ها ها، شو امك تهرب؟ قلت لك تهرب. ايش هذا، ولد ولا بنت؟ هذا هي، هذا عجوز بعد. ليش تهربوا؟ قلت لأحد من أبوكم يهرب. هاي ورع، قلت لأمك تهرب. أنا كلب. يلا طير يا ولد. جرب المود، لازم تجرب المود، خصوصا الجرافيكس لما يكون عالي، ومود طيران وكذا يكون خرافي. في هو المود طيران، كلمة سر طيران، ولكن هذا الطيران تتحكم انت فيه. خلنا نطلع للميز بانك، اسمه ميز بانك. اوكي خلنا نحاول نهبط فيه. اوكي خلنا نلف لف طويلة شوي عشان نهبط فيه كويس. يا بيبي، كان ودنا نهبط فوق اصلا، المفروض التحدي كان نهبط فوق، ولكن يلا. ايش هذا؟ خلنا نروح نهبط في الاتوميك بلمب. اوكي يلا يا بطل، افجر امه. يا خلنا بعد شوي، خلنا نهبط هنا. خلاص اتوميك بلمب شكلنا ما بنهبط فيه. يا سلام، بس كذا. طبعا لا احطه، لا يموت عشان لا تصقع كذا على طول، تلاقي راسك انفقع ومت. وعدت من الاول. يلا يا ولد العب. اوكي طبعا هذا كان المود كامل يعني، ما يحتاج لشرح.
ان شاء الله بنزل اكثر عن هذا المود مجزأ. فهذا كان كل فيديو شباب، ان شاء الله عجبك، لايك وسبسكرايب. مع السلامه شباب.